التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام ايها الاخوه الافاضل، انطلاقه شوطنا التاسع ضمن انطلاقات وتحديات هذه الفتره الصباحيه. نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه الاشواط. نتابع مقدمة هذا الشوط، هنا السمحة من تحتل المركز الأول تعود ملكيتها لهجن الشحارية، تضميرها ومتابعتها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الثاني ومن تتواجد على المركز الثاني. غيرت في هذه اللحظات هنا الشعلة، شعلة تعود ملكيتها لهجن الشحارية ومحمد بن خالد العطية من يتابعها في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثاني ومن تتواجد على المركز الثاني من الجانب الأيمن، هذا هو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر الديبة وعبيد بن حمد بن بريك بالحمر المري، هنا من يتواجد في تضميرها. وعلى المركز الثالث من وصلت على المركز الثالث، هنا السمحة أو هنا حورانة على المركز الثالث. حورانة تعود ملكيتها لهجن الشحارية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع حورانة في التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع، من تتواجد هنا السمحة تعود ملكيتها لهجن الشحارية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعها في التضمير. ننتقل إلى المركز الخامس، هذه من تحتل المركز الخامس، هنا المايدية تعود ملكية المايدية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من يتواجد في عملية تضميرها. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أتممناها على حضراتكم كاملة مكملة، ونرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع الديبة من تحتل المركز الأول وتسيطر على أول المراكز في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق المميز. هذه الديبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب عبيد بن حمد بن بريك بالحمر المري من يتابعها في التضمير وينطلق معها في هذه الانطلاقة المميزة. يا سلام، الله يلا يا ابو حمد، ابو حمد عمدة المضمرين يتواجد هنا مع ديبة بينما الدور والنقلة عند المركز الثاني. من تصل هنا شعلة، شعلة من تحتل المركز الثاني وتعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية من يتواجد في عملية تضميرها. بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، وصلت هنا حورانة، حورانة من تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية وتضمير حورانة مع المضمر والمتابع لها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى المركز الرابع، السمحة من تتواجد على المركز الرابع تعود ملكية السمحة لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتواجد فيه سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم عملية تضميرها مع مطر بن سيف بن لاحق من يتواجد مع تضمير هنا سلهودة من تحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة مع الديبة. الديبة من تحتل المركز الأول وتسيطر على مجريات هذا الشوط. هذه الديبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن حمد بن بريك بن لحيمر المري من يتابعها في التضمير وينطلق معها في هذه الرحلة المميزة. ننطلق ونتابع وإياكم المركز الثاني، من تتواجد على المركز الثاني حورانة، حورانة لهجن الشحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت على المركز الثالث، هنا من تحتل المركز الثالث وتتواجد وتقيد، هنا شعلة لهجن الشحانية وتضميرها
مع محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتواجد هنا السمحة تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس لا زالت الأمور هنا مع سلهودة، تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ومطر بن سيف بن لاحق الهاجري من يتابع تضمير سلهودة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان لنداءنا الثالث على التوالي للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع وإياكم ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، والصدارة هنا والأمور تتغير أو لا زالت الذيبة من تحتل المركز الأول، الذيبة من تسيطر على مجريات هذا الشوط وتندفع مع مقدمة هذا الشوط، ولكن هناك تغيير ودخول من الجانب الأيمن. حورانة من قيرت من الجانب اليمين واحتلت المركز الأول لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما هنا على المركز الثاني من تتواجد هنا الشعلة لهجن الشحانية وتضمير الشعلة مع محمد بن خالد العطية. أما المركز الثالث فتتراجع فيه الذيبة من تتواجد هنا على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن بريك بن لحيمر المري من يتواجد في عملية تضمير. ننتقل إلى المركز الرابع، تقدمت سلهودة، تحركت سلهودة إلى المركز الرابع وعينها على الناموس لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق الهاجري من يتواجد في تضميرها. وعلى المركز الخامس هنا سمحة تتراجع على المركز الخامس، تعود ملكية سمحة لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى نعود وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل بعد إتمام ندائنا الرابع للمراكز الخمسة الأولى. إذن أتممنا النداء مع السمحة من تحتل المركز الخامس، ونرجع إلى حورانة من تسيطر على أول المراكز، من تندفع بدورها إلى مقدمة هذا الشوط وتندفع هذا الأداء الجميل وهذا الأداء المميز التي تؤديه في هذه اللحظات وتقدمه للجمهور ومحبين هذا الشعار العنابي. يا سلام يا سلام، هذه حورانة لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني فهنا الشعلة من تحتل المركز الثاني وتريد أن تشعل هذه المنافسة من هذا المكان ومن هذا الموقع. الشعلة لهجن الشحانية يضمرها ويتابعها في التضمير هنا محمد بن خالد العطية. أما المركز الثالث فهنا سلهودة من تحتل المركز الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق الهاجري من يتابع تضمير سلهودة على المركز الثالث. الدور والنقلة عند الذيبة على المركز الرابع، ولايحة 2 كيلومتر في هذه اللحظات، نفتتح 2 كيلومتر في هذه اللحظة ونتابع الذيبة على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن حمد بن بريك بن لحيمر المري من يتابعها في التضمير. ننتقل إلى المركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات هنا الماجدية من تتواجد على المركز الخامس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وتضميرها مع أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. تحركت هنا الماجدية وقيرت من المركز الخامس إلى المركز الثالث مباشرة. هذا هو ندانا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نرجع وإياكم إلى حورانة مع المركز الأول، حورانة مع مقدمة هذا الشوط ومع الصدارة ومع الانطلاق الأول. 1500 متر
كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، ولا زالت حورانة مع مقدمة هذا الشوط مع المسار الأول ومع المقدمة. يا سلام، وصلت الماجدية، الماجدية رافعة راية الانتصار، رافعة راية التهديد هنا على الناموس. يا سلام، هذه الماجدية من تقير من المركز الثالث إلى المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. أحمد بن خلفان بالسايق المزروعي من يتواجد معها في تضميرها وفي هذه الرحلة المميزة. يا سلام، هنا تحركات على المركز الثالث، من تتقدم الشعلة لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. أما المركز الرابع فتتواجد السمحة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتواجد في تضميرها، ولكن سلهودة من الجانب الأيمن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ومطر بن لاحق الهاجري من يتابعها في التضمير. نعود مع لائحة الكيلو متر الأخير، حورانة والمجدية، المجدية وحورانة، حورانة هنا مع المركز الأول، المجدية على المركز الثاني. السمحة وصلت، وصلت السمحة. يا سلام، تحركت حورانة، حورانة حورانة مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. هذه حورانة مشاهدينا الأفاضل، والسمحة حورانة والسمحة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. شوف العرض المميز هنا، الشعلة، الشعلة من وصلت على المركز الثالث. يا سلام، الله، حورانة مع المركز الأول، حورانة والشعلة، الشعلة تغير من الجانب اليمين، تريد التسلل في هذه اللحظات. حورانة والشعلة، الشعلة وحورانة كلها مملوكة لهجن الشحانية، ولكن مع اختلاف المضمرين. يا سلام، يا سلام، حورانة، حورانة هي الأقرب للناموس، ولكن الشعلة تتسلل، تريد التسلل. الله، حورانة والشعلة، الشعلة وحورانة، حورانة والشعلة، ولكن حورانة مشاهدينا الكرام هي من ظفرت بهذا الناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز حورانة بالمركز الأول، المركز الثاني الشعلة لهجن الشحانية، المركز الثالث السمحة لهجن الشحانية، المركز الرابع سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الخامس وصلت على المركز الخامس ونمزنا لهجن الشحانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني بعد أن شاهدنا حورانة من فازت معنا بناموس هذا الشوط وانتزعت هذه النقطة لصالحها. نهني هجن الشحانية على هذا الناموس وعلى انتزاع حورانة بالمركز الأول. نشاهد وإياكم التوقيت الزمني مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر على قناة الريان الفضائية. وفي عهد شيخ وفي أطباع. هذه لحظة وصول حورانة إلى خط النهاية، قطعت المسافة في زمن وغدرة 12 دقيقة 31 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الويبي. الشعلة وصلت على المركز الثاني 12 دقيقة 31 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الشعلة بالمركز الثاني، كما نهني محمد بن خالد العطية على هذا الناموس. أم المركز الثالث فوصلت فيه السمحة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 54 ثانية أو 34 جزء من الثانية و20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز السمحة بالمركز الثالث، الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. انطلاقة شوطنا